ايضا بعد ترى المعلمين يتحمل انه هو يحطم موهبة الطالب، والله يحطم. يجي يقول لك انت وفعلا اذكر واحد اذكره بالخير قال لي كذا، انا شخصيا قال انت ما راح تعدي اسوار المدرسة لما شافني اجتهد في التوعية الاسلامية واجتهد في الانشطة. يعني ترسب 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 قصدك؟ شلون؟ ترسب؟ لا لا لا، هو انا يعني على قولت اوريدي يعني ماشي ما عليه، لا هو قصده كنشاط حتى عملك راح يكون هذا. أي هو انا قصدي انا اقول طموحي اني اصل في الاعلام واصل وادي انشد واني اقدم وكذا، قال لي انت نشاطك هنا بس التوعية ما راح تطلع. فاذكر والله ما نسيتها. انا بعدين مرت الايام والحمد لله رجعت سويت حفل في نفس الديرة. موجود هو؟ والله العظيم جاني بعد الحفل مسكني كذا قال لي اعتذر لك عن الكلمة اللي قلتها لك. والله قال انا اثرت فيني الموقف ذا فعلا.